كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة الشهر الكريم معاكم النهاردة الدكتورة هنادي شريحة، مدرسة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. في المائدة الرمضانية دايما في عزومات، ودايما بنقول عازم ولا معزوم. أكيد في أول أسبوع على الأقل من شهر رمضان بنحاول إن احنا نكون في عزومات، بنعزم الناس، بنتعزم عندهم. بيبقى في أصناف كتيرة قوي، كل واحد بيقدم أحسن حاجة بيقدر يعملها، بيقدم في كل حاجة بتبقى موجودة في المائدة الرمضانية منها حاجة واثنين وثلاثة. يعني في أصناف الشباك مثلا بنعمل أكتر من صنف، في الأصناف الرئيسية زي الرز أو المكرونة أو الكلام ده بنعمل أكتر من صنف، في اللحوم لازم بيكون موجود أكتر من صنف، حتى في الحلويات بنلاقي أكتر من صنف، ودي عادة مش كويسة شوية. المفروض إن احنا لما بنعمل عادية يعني نعمل عزومة نحاول إن احنا ما نكترش عن صنفين في كل حاجة، عشان ما تبقاش عملية مرهقة علينا في عملية الأكل، لأن احنا كده بنضطر إن احنا ندوق كل الحاجات، فبناخد كمية أكبر من الأكل، نبقى مش قادرين نخلص الكمية اللي قدامنا. فهي الحكاية كلها إن احنا بنغير طبيعة الأكل بتاعنا، بنشارك ناس تانيين في الأكل احنا بنقدر ناكله، مش بس إن احنا بنحاول إن احنا نبقى في ناكل أكتر أو نشوف أكل كتير. المفروض ان احنا لو عايزين نحافظ على وزننا واحنا رايحين عزومه زي دي، نبدا الاول بطبق الشوربه زي ما احنا اتفقنا، ناخد طبق سلطه اساسي في اليوم ده، بعد طبق السلطه على طول ناخد نفس القدر اللي باخده من اللحوم في الوقت العادي. مش معنى ان في اكتر من صنف من اللحوم ان انا اخد ربع فرخه واخد معاه قطعه لحمه واخد معاه كمان لحمه بارده، ما ينفعش. لازم ان انا اخد قطعه صغيره من كل حاجه عشان في الاخر اخد نفس الحصه بتاعتي من اللحوم. زائد كمان ان انا ما اكسرش شرب الميه او العصاير في وسط الاكل، دي عادة برضو غير صحيه. زي ما اتفقنا ان احنا ناخد المشروب في الاول، وبعدين بعدها بشويه بعد ما اصلي المغرب او اخد بريك كده 5 أو 10 دقائق هبدا ان انا عمليه الفطار، ما يكونش فيه في الوقت ده عصاير خالص، لانها بتقلل من تركيز العصاره الهضمه وبتقلل من كفاءه عمليه الهضم. كل سنه وانتم طيبين.